بتهتم بالويك الكترولايت، حكينا انه اريهيميا ثيوري اللي هي المره الماضيه. هلا بدنا نكمل، في عنا قانون جديد كمان اجا مشان يدرس لنا الويك الكترولايت اللي هي الاوستوالد ديلوشن لو، بسموها اوستوالد ديلوشن لو، لو قانون تخفيف لاوستوالد. هلا بحكي لنا انه من وين اجى هذا القانون، انه the idea of Arrhenius were expressed quantitatively by فريدريخ ويليام اوستوالد in term of a dilution law. يعني نفس فكرة أرهينياس تم دراستها من قبل عالم ثاني اللي هو الاوستوالد، وبس بطريقة انه dilution law للمحاليل المخففة. فهلا هو افترض انه في عندي ويك الكترولايت، وهذا الويك الكترولايت بنرمز له بالرمز AB، لما بتفكك بالمي بيعطينا A بلس و B ماينس حسب المعادلة اللي اخذناها المرة الماضية. هلا زي ما بتعرفوا انتو كلكم في عندي ويك الكترولايت بيكون في عندي equilibrium، وبالتالي في عندي equilibrium constant ممكن انه احنا نحسبه. هلا اوستوالد ربط الكوندكتيفيتي مع الديسوسياشن كونستانت او الايكوليبريم كونستانت، يعني انه انا ممكن احسب الايكوليبريم كونستانت لويك الكترولايت من خلال الموصليه باستخدام اللي هو الاوستوالد ديلوشن لو. فهلا هو كيف ربطهم مع بعض، بدنا نيجي كيف اشتق القانون وكيف طلع العلاقه. هلا عندنا هاي المعادله احنا اللي هي معادله التفكك لويك الكترولايت، سواء كان حمض ضعيف، قاعده ضعيفه، ملح غير دائب في الماء. هلا الإيكوليبريم كونستانت لما نيجي نكتبه لهاي المعادلة دائما حاصل ضرب المواد المتفاعلة مقصور الناتجة على المتفاعلة. هلا الناتج اللي هي الأيونات، فا A بلس مضروب بتركيز B ماينس مقسوم على تركيز A B. هلا هون سميناها K C، أو ممكن تمر معنا K لحالها عادي نفس الشي هم. فإذا الإيكوليبريم كونستانت هينا كتبناه. هلا بدنا نرجع للمعادلة تاعتنا نفسها، بدنا نفترض انه في عندي عدد مولات N من دكتورة ما في صوت. ما انا سكتت لانه في حدا بيعمل مش عارف بيعمل حاول يعمل اتصال. شوي صوتك طالع. وصلنا لعند انه احنا بدنا نفرض انه في عندي عدد مولات معين من الالكترولايت is present in a volume V، حجمه V، and that fraction dissociation is alpha. شو يعني fraction dissociation؟ يعني بتفكك منه عدد مولات اللي هو الفا او جزء الفا منه. الفراكشن نوت ديسوسييتد، الجزء المتبقي، على فرض انه كانت النسبة عندي 100%، ف100% يعني واحد بدنا نحكي عنها، ناقص الفا اللي هو تفكك وروح. هلا هذا كيف بدنا نعبر عنه بالمعادلة؟ عنا هاي المعادلة A B بتعطينا A بلس زائد B ماينس. هلا بالبداية amount present at equilibrium، عندي الإيكوليبريم، عندي الإتزان، قديش الكميات الموجودة عنا أو عدد المولات الموجود من كل واحدة من هاي السبيشيز الموجودة. هلا بالنسبة ل A بلس تفكك اللي هو جزء المتفكك ألفا، وعدد المولات N، فبده يكون N في ألفا، وبي نفس الشي N في ألفا. هلا هون كم بصفي عنا؟ واحد اللي هي عدد المولات N في واحد ناقص ألفا. يعني هي لو بلشنا هون انه قديش ككمية، هون الفا الفا، هون واحد ناقص الفا. طب عندي عدد مولات معين بنضربهم كلهم في ان، فبصير عنا عدد المولات. فاذا عندي عدد مولات متبقي، عدد مولات ناتج من A بلس، وعدد مولات ناتج من B ماينس. هلا اذا بدي الكونسنتريشن ات ايكوليبريم نحسب التركيز، تركيز يساوي عدد المولات مقسوم على الحجم. فعدد المولات هي موجود عندنا، والحجم افترضنا انه عبارة عن V، فبنروح بنقسم عدد المولات على V. اذا ل AB الكونسنتريشن بده يكون N في واحد ناقص الفا مقسوم على V. غير مؤشر. هلا نيجي للثانية اللي هي هون ل A بلس، كم عدد مولات، كم تركيزها؟ N في الفا مقسوم على الفوليوم، و B ماينس كمان N في ألفا مقسوم على الفوليوم. إذا هذا الكونسنتريشن ل A B، كونسنتريشن ل A بلس، كونسنتريشن ل B ماينس. هلا هذا الحكي بدنا نروح نطبقه وين؟
بمعادلة الإيكوليبريم كونستانت اللي احنا حسبناها قبل شوي. هلا الإيكوليبريم كونستانت Kc شو كان بيساوي؟ تركيز A بلس في تركيز الـ A ماينس مقسوم على تركيز الـ AB. فإذا بنرجع هون للمعادلة، تركيز الـ A بلس بده يكون اللي هو N في ألفا مقسوم على V، تركيز الـ B ماينس N في ألفا مقسوم على V، فحاصل ضربهم اثنين شو بده يكون؟ N في ألفا تربيع مقسوم على V تربيع، يعني كلها تربيع بدها تكون عندنا. هلا بنيجي للمعادلة هيها، N في ألفا مقسومة على V كلها تربيع، مقسومة كلها هاي على تركيز مين؟ تركيز اللي هو الحمض نفسه أو الويك إلكترولايت، اللي هو عدد مولاته N في واحد ناقص ألفا مقسوم على الفوليوم. هيك إحنا بنكون طلعنا الديسوسيشن كونستانت أو الإكوليبريم كونستانت. بس هون الوضع مش مريح، في عندي اختصارات إذا بتلاحظوا، لاحظوا في عندي V هون، في عنا V رح تروح واحدة فيهم مع الثانية، في عنا عدد مولات هون وعدد مولات كمان فرح يروحوا مع بعض. هلا نيجي للاختصارات اللي عنا. هلا هون هاي لو بدي افككها بتكون عبارة عن، طلعنا V هاي اللي هي مقام المقام بسط، ففي هاي بتصير فوق V في N في ألفا تربيع مقسومة على N في V تربيع في واحد ناقص ألفا. هلا V تربيع هاي مقام المقام، هاي المقام نزلناها لتحت وفي هاي طلعناها لفوق. هلا بنعمل اختصاراتنا اللي احنا ممكن مطلوبة منها، ففي مع التربيع بتروح واحدة من ال N اللي هون، اللي هي التربيع بتروح مع ال N اللي هون، فبصفي عنا N في ألفا تربيع مقسومة على V اللي هي الفوليوم في واحد ناقص ألفا. هذا بعد الاختصار صفى عندي القانون زي هيك. إذا بنطلع على القانون، لاحظوا في عندي N مقسومة على V، عدد مولات على فوليوم، هذا شو هو؟ هو عبارة عن الكونسنتريشن التركيز. فإذا أنا ممكن أحط بدل N على V إنها بتساوي C اللي هي الكونسنتريشن. هلا هاي بدنا نعوضها وين؟ substitute N بدنا نعوضها في هذا القانون اللي هو Kc بيساوي N ألفا تربيع على V اللي هو طلعناها آخر صيغة، بيطلع عندي بالأخير we get إنه concentration مضروب في ألفا تربيع مقسوم على واحد ناقص ألفا بيساوي K. إذا هذا القانون اللي طلعناه لـ dissociation constant. احنا ليش بنحكي هذا الحكي؟ وين بدنا نروح؟ بدي اروح ادخل المولر كوندكتيفيتي اشبكها واربطها مع كي، يعني انه انا احسب كي من خلال المولر كوندكتيفيتي. فمن وين بدي ادخل الكي المولر كوندكتيفيتي؟ بنطلع على الفا اللي هي نفسها الديجري اوف ديسوسيشن، فالديجري اوف ديسوسيشن بنروح بنعوض مكانها هي شو بتساوي اللي اخذناها، اللي هي ستوري اخذناها المره الماضيه، حكينا انه الفا بتساوي مولر كوندكتيفيتي على المولر كوندكتيفيتي ات انفينايت ديلوجن. هاي لما بنعوضها هون راح نحصل على معادله اللي هي هاي، يعني بدل الفا تربيع حطينا لمدا على لمدا نوت تربيع، وبدل الفا اللي بالمقام حطينا لمدا على لمدا نوت، كلها بتساوي كي سي. هلا هاي ممكن نعمل اعاده ترتيب لها، انه احنا نضرب هاي في المقام الموجود عندنا هون، فبصفي انه كي سي هون كتبناها نفس الشيء، بس كتبتها بطريقة ارتب هيك، انه لمدة على لمدة نوت تربيع ولمدة على لمدة نوت. هلا هون ممكن نعمل اعادة ترتيب. هلا هاي المعادلة شايفينها خلاص هاي بالد هيك، ممكن استخدمها، بس مشان تكون اكثر فعالية وممكن اني استخدمها بطريقة احسن، بدي احولها لشكل لينير، يعني شكل المعادلة الخطية. مشان احولها لشكل المعادله الخطيه، الخطوه الاولى بدنا نعمل ري ارينجمنت اللي هي اعاده ترتيب لهي المعادله. هلا هي هيك شكلها، كيف بدنا نعملها اعاده ترتيب؟ بدنا نضرب كي مضروبه في المقام الموجود عندنا هون، فبصفي عندنا وبنرجع انه كي رح يصير عندي كي هون وكي هون، وهاي سي هي سي في لمدا على لمدا نوت تربيع اللي هو نفس المقام البسط بيساوي كي سي اللي هي كي سي في واحد ناقص اللي هي كي سي في لمدا على لمدا نوت اللي هي هاي هون. فعملنا هيك ري ارينجمنت. هلا الخطوة الثانية مشان احصلها بمعادلة شكلها احلى ومريحة اكثر وممكن ارسم من خلالها رسمة، بدنا نروح نضرب بهذا المقدار. شو هو المقدار؟ لمدا نوت تربيع على لمدا، بروح بضرب الطرفين بلمدا نوت تربيع على لمدا. لما نضرب الطرفين بهاي نيجي للطرف الأول هون،
اللمدا نوت هي أصلا تربيع، مع التربيع اللي هم بيروحوا مع بعض، ولمدا مع لمدا بيروحوا مع بعض. لا هنا لمدا هاي بتروح مع التربيع، بصفي عندي هون لمدا واحدة، فبصفي عندنا المعادلة هاي الطرف الأول سي في لمدا لحالها، لأنه التربيع لمدا تربيع مع لمدا نوت تربيع راحوا مع بعض. هون عندي واحدة بالمقام، هون عندنا ثنتين، فواحدة راحت فيهم. هلا نيجي للطرف الثاني، كي سي كلها رح نضلها مضروبة بهذا المقدار، وهون كي سي رح نختصر لمدا نوت مع واحدة من التربيع، ولمدا مع لمدا بيروحوا مع بعض، بصفي عنا ايش؟ انه كي سي في لمدا نوت. هلا هاي شكل المعادلة الخطية لأوست وول ديلوشن لو، واللي رح نعتمدها عشان نعمل مجموعة من الحسابات. هلا ممكن اكتبها بشكل اخر اللي هي هيك، انه خليت واحد على مولر كوندكتيفيتي، واحد على لمدا، وهاي خليتها مع كي سي هيك، مشان انه اقدر اقارنها مع معادلة خطية اللي هي واي بتساوي بي اكس ناقص اي. هلا هون واي ممكن تمثلها مين؟ اللي هو الكونسنتريشن في مولر كوندكتيفيتي، واكس المتغيرة اي وحدة فيهم بدها تكون واحد على لمدا، لانه هاي لمدا نوت ثابتة لانها على الزيرو كونسنتريشن، بينما لمدا هاي هي اللي بتتغير حسب التركيز. فاذا مين المتغير؟ مين اكس عنا؟ اللي هو واحد على لمدا. معاملها اللي هو السلوب بي بده يكون كي سي مضروب بلمدا نوت تربيع، وهاي هي الانترسبت اللي هي نقطة التقاطع مع محور الصادات اللي بتمثل عنا ايه. فانا ممكن من خلال ارسم رسمة ما بين واي مقابل اكس نطلع سلوب وانترسبت اللي هم فيهم لمدا نوت وفيهم كي سي اللي انا ممكن احسبهم. هلا based on this equation يعني بالاعتماد على هاي المعادلة اللي هي Ostwald dilution law بشكلها linear، ممكن نحسب k اللي هو equilibrium constant، ممكن نحسب lambda at infinite dilution، وكمان هاي lambda ممكن انه نحسبها عن طريق الرسم. اي رسم مثلا لو كان عندي قيم لconcentration وكان عندنا قيم للمده، بقدر انا اطبق هاي المعادلة اللي هي قبل، انه نضرب مشان ارسم رسمة شو عنا واي اللي هو الكونسنتريشن في لمدا، وشو هو اكس اللي هو واحد على لمدا، فلازم اطلع الكونسنتريشن في لمدا ولازم اطلع واحد على لمدا. مشان هيك بنيجي للجدول بنضيف خانة جديدة تركيز في لمدا، وبنضيف كمان خانة جديدة اللي هي واحد على لمدا، وبنحسب هون بنضرب التركيز في لمدا، تركيز في لمدا بنطلع القيم عنا هون، بنرجع بنحكي واحد تقسيم لمدا اللي طلعت معنا وبنطلع قيم. اذا طلعنا قيم concentration في لمدا وقيم واحد على لمدا اللي هي هاي بتمثل واي وهاي بتمثل الاكس اكسس، بنرسمهم بيطلع عنا رسمة. هاي الرسمة بتطلع خطية بهذا الشكل وبتقاطع محور الصادات السالب، فبيكون في عنا هون السلوب شو بيساوي حسب المعادلة اللي هو كي سي مضروب في لمدا نوت تربيع، والانترسبت اللي هو نقطة التقاطع مع محور الصادات هاي بتساوي ماينس كي سي في لمدا نوت. ليش؟ لأن القانون فيه ناقص، فبدنا نخلي الماينس بالانترسبت. إذا عرفت سلوب وعرفت انترسبت بقدر أحسب لمدا نوت، بقدر أحسب كي سي. هلا رح ناخذ إكزامبل عليها مثال هذا. هلا لمدا نوت إذا هذول معادلتين شايفينهم بمتغيرين، إذا عوضنا واحدة مكان الثاني رح يطلع معنا لمدا نوت بتساوي ماينس السلوب على الانترسبت، يعني بجيب السلوب اللي هو معامل اكس بقسمه على الانترسبت بيعطينا قيمة لمدا نوت مباشرة، وكي سي رح تطلع معنا ماينس الانترسبت مقسومة على لمدا نوت. فإذا رسمت الرسمة بس بطبق هدول القوانين وبطلع الأشياء المطلوبة منا. إذا هاي فائدة Ostwald dilution law، إنه أنا في مواد weak electrolyte ما بقدر اعملها تايتريشن، مثلا احسب الاتش بلس، زي مثلا نحكي الاستيك اسيد ما اقدر احسبه عن طريق تايتريشن ديسوسيشن كونستانت، بس طريقه ادق اللي عن طريق الكوندكتيفيتي ميجرمنتس اللي باستخدام هاي الطريقه. هلا خليني اعطيكم مثال، لانه هاي في تجربه بالكيمياء الفيزيائيه 2 العمليه، تجربه اسمها ويك شو اسمه ديترمينيشن اوف الكوليبريم كونستانت لويك الكترولايت او سبرنجلي سوليبل سولت او هيك اشي، فراح تطبقوا عليها التجربة. راح يكون في عندكم استك اسد تحضروا منه محلول، تعملوا ديفرنت كونسنتريشن، يعني تحضروا خمس محاليل او ستة تاخذوهن على جهاز كوندكتيفيتي ميتر بتقيسوا لها كابا قيمة
اللي هي specific conductivity، وبعدين بتعملوا الحسابات باستخدام Oswald dilution law. ففي عندنا مثال على نفس التجربة، يعني لما تيجي تاخذوها بالمختبر مشان ما يكون اشي غريب عليكم. هذا الاكزامبل شو بحكي لنا؟ في تجربة aimed to determine the value dissociation constant of acetic acid. يعني إذا كان في عندي تجربة وهذه التجربة تهدف إلى قياس ال dissociation constant أو equilibrium constant للحمض الأسيتيك باستخدام الكوندكتيفيتي measurements، بالاعتماد على قياسات الكوندكتيفيتي. following data were obtained، تم إنتاج القراءات التالية، القراءات اللي بتطلع معنا من التجربة. أول خطوة بالتجربة، firstly six solutions with different concentration were prepared، حضرنا ست محاليل من الأستيك أسيد بتراكيز مختلفة. والنقطة الثانية، أخذنا هذول المحاليل ورحنا حسبنا لهم الكوندكتيفيتي باستخدام كوندكتيفيتي ميتر اللي هو جهاز الموصلية. لازم حطيت لكم صورته هون، عادي زي البيتش ميتر إذا شفتوه، هيك له قطب بس بنحط بالسلوشن، بنحرك شوي، بنكبس كبسة على الجهاز وبعطينا القراءة. هلا هون النتائج اللي طلعت معنا من التجربة، بتحطوا جدول بيكون فيه الكونسنتريشن، مثلا هي التركيز 0.005 0.1 0.3 0.6 0.9 1.2. هلا هذول أخذناهم رحنا حطيناهم قسنا لهم الكوندكتيفيتي ميتر. طبعا لما نيجي نشتغل على جهاز الكوندكتيفيتي يفضل دائما نبلش من اقل تركيز لاعلى تركيز مشان ما نصدم الجهاز بتركيز عالية، ولازم نغسل بين كل محلول والثاني بماء مقطر ونصفر على الماء المقطر، بعدين نحكي ناخذ قراءة المحلول اللي بعده. فهلا هون طلعت معنا قيم كابا. زي ما حكيت لكم الجهاز، الاجهزة اللي عندنا متطورة شوي، الاجهزة القديمة كانت بتعطي كوندكتنس، وانا من الكوندكتنس في قانون بنحسب عليه اللي هو هاي كابا. فالاجهزة الجديدة لا، بتعطيني قيمة كابا مباشرة. وراح تلاحظوا اليونتس راح تكون عند الجهاز اللي هي مايكرو سيمنز او ملي سيمنز بير سنتيمتر، فاحنا لازم نحولها لسيمنز. فهون القيم محولة لسيمنز جاهزة. مشان احول من مايكرو مثلا لسيمنز بنضرب بعشرة قوة ناقص ستة. فهنا هي القيم طلعت معنا. هلا انا في عندي قيم كونسنتريشن وكابا، شو مطلوب مني احسب؟ بحكي لي السؤال كالكوليت مولر كوندكتيفيتي ات انفينايت ديلوشن اللي هي لمدا نوت يعني، والنقطة الثانية بدنا نحسب الديسوسياشن كونستانت اللي هي قيمة الإكوليبريم كونستانت اللي هي كي أو كي سي. هلا مينو ويك إلكترولايت ومينو معطيني قراءات كوندكتيفيتي، إذا أنا بقدر أستخدم الأوسوالد ديلوشن لو. فالحل فور ويك إلكترولايت بدنا نستخدم أوسوالد ديلوشن لو اللي هو هذا القانون. هلا هذا القانون بما إنه هي عبارة عن معادلة، وعندي أنا مجموعة من النقاط ممكن أرسم من خلالهم رسمة، ممكن نحسب قيم الكونسنتريشن مضروبة في لمدة، ونحسب قيمة واحد على لمدة من القيم الموجودة عندي، برسم الرسمة بطلع سلوب وانترسبت وبنطلع قيمة لمدة نوت قيمة كيسي المطلوبة منا. هلا إحنا شو بدنا نعمل مشان نحقق هاي المعادلة؟ أول شغلة إذا لاحظتوا بالجدول موجود عندي قيمة كابا بس ما عندي قيمة المولر كوندكتيفيتي اللي هي لامدا الموجودة بالقانون. فأول نقطة لازم نعملها نروح نحسب لامدا. إذا بتتذكروا لامدا شو بتساوي؟ بتساوي 10³ مضروبة في كابا مقسومة على سي. حكينا ليش 10³؟ مشان نحول وحدة التركيز لأنها بالمولر مولر كونسنتريشن. هلا مشان نحل بدنا نرسم سي الكونسنتريشن مضروب بلمدا فيرسس مقابل واحد على لمدا، وبنوجد السلوب والانترسبت. فلازم نوجد القيم اللي بدنا نرسمها. هلا هي الجدول الرئيسي الموجود عندنا. فاول خطوة لازم اروح احسب لمدا. فلمدا حسب القانون بتساوي 10³ مضروبة في كابا مقسومة على الكونسنتريشن. فعشرة قوة ثلاثة مضروبة في كابا اللي هي القيمة هاي 1.05 × 10⁴ مضروبة بالتركيز 0.005 مقسومة على التركيز سوري، بيطلع معي القيمة كم هون؟ 21. القيمة الثانية إذا مسكتوا كالكوليتر وطبقتوها بتطلع معنا 16، القيمة اللي بعدها 10، القيمة اللي بعدها 8، 6.75. المولر كوندكتيفيتي هاي دائما رح تكون قيمة كبيرة، لسه أنا هون هاي صغيرة بتطلع بالميات، ممكن 100 و200 و300 و140 زي هيك، يعني عادي الوضع طبيعي بيكون.
فهي الخطوة الأولى حسبنا لمدة اللي هي قائم عليها القانون أصلا. فهلا هون بقدر أطلع concentration في لمدة، بقدر أطلع واحد على لمدة، فبنضيف عمود كمان جديد اللي هو ال concentration مضروب في لمدة. فهي التركيز 0.005 مضروب في لمدة اللي هي 21، بيطلع معي 0.105. الثانية اللي هي 0.01 مضروبة في 16، تطلع معنا 0.16. فهون بنطلع اللي هي قيم واي. هلأ بدنا نطلع قيم اكس اللي هي 1 على لمدة، فبنضيف كمان عمود جديد، بنحكي 1 تقسيم لمدة. فواحد تقسيم 21 بتساوي هذا الرقم، 1 تقسيم 16 بتساوي هذا الرقم، 1 تقسيم 10 إلى آخره، لغاية ما نكمل قيم كاملة. فهلا كملنا قيمنا، صارت عندي قيم واي موجودة وقيم اكس موجودة، ازواج مرتبة، يعني هي اكس واي اكس واي اكس واي. فبقدر ارسم قديش نقطة، 1 2 3 4 5 6 نقاط على الرسمة تاعتنا. فبنروح بنجيب ورق رسم بياني او على الاكسل وبنرسم اللي هي الرسمة اللي مطلوبة منا، اللي هي بلوت سي في المولر كوندكتيفيتي فيرسس 1 على مولر كوندكتيفيتي. دائما نحكي عن واي مقابل اكس هيك مشان نميز وين الواي اكسس والاكس اكسس. واي مقابل اكس بالمعادله، واي قبل يساوي والاكس اللي بتكون بعد المساوي. فلما نيجي نرسم الرسمه بتطلع معنا بهاي الصوره هيك، هي علاقه خطيه ومتزايده. هلا انا شو بهمني من هاي الرسمه؟ بهمنا نطلع السلوب ونطلع الانترسبت. هلا انا عملتها على اكسل، لما بعمل على اكسل في عنا خيار بيعطينا المعادله تاعتها. اذا ما عملتوها على اكسل في من خلال الرسم هاي الطريقه هيك، هون مثلا اما بتمدوا خط للواي اكسس وبتشوفوا نقطه التقاطع بتكون هاي الانترسبت، والسلوب بتحسبوها انه بتاخذوا زي هذا المثلث اللي هيك ودلتا واي على دلتا اكس. او في عنا الطريقه اللي تعلمناها بكيمياء فيزيائيه 1 اذا متذكرينها، اللي عن طريق الاله الحاسبه. نمسك الآلة الحاسبة، بنروح على مود وبنختار الرسم وبندخل قيم اكس وقيم واي وبخليه يعطيني السلوب والانترسبت. ترجع بتتعلموها هاي ان شاء الله، او عن طريق الاكسل شيت. فانا هون رسمت عن طريق الاكسل، طلعت معي انه المعادلة واي بتساوي 4.9966 اكس ناقص 0.1448 اللي هي نفس شكل معادلتنا اللي هي هون سي في لمدا، وهاي معامل اكس اللي هو كي في لمدا نود تربيع، وهاي بدها تكون الانترسبت اللي هي ماينس كي سي في لمدا نود. فاذا هلا هون بدنا نطلع الارقام من المعادله. السلوب شو بيساوي؟ معامل اكس اللي هو 4.9966، والانترسبت بده يساوي الحد الثابت اللي هو هون مع الاشاره سواء كان سالب ولا موجب. في حالتنا هاي لازم يطلع سالب مشان الاشارات السالبه تلتغي مع بعض. فهيك طلعنا سلوب، طلعنا انترسبت. هلا بروح لقوانين اللي طلعتهم قبل شوي، بنعوض السلوب والانترسبت وبنطلع الاشياء المطلوبه. مطلوب منا اول وحده مولر كوندكتيفيتي ات انفينايت ديلوشن اللي هي لمدا نوت. فالقانون للمدا نوت بيساوي ماينس السلوب تقسيم الانترسبت. ناخذ ارقامنا، ماينس هاي السلوب 4.9966 مقسوم على الانترسبت بالسالب، سالب 0.1448 سالب مع سالب بيروح، وبنقسم الارقام على بعض بتطلع قيمه لمدا 34.51، والوحده بتكون عباره عن سيمنز سنتيمتر مربع مول انفرس. هلا هاي القيمه هي مش منطقيه كثير لانه بالعاده قيم المولر كوندكتيفيتي بتكون اعلى من هيك، بس احنا كمثال للتوضيح. هيك طلعنا المطلوب الاول اللي هو لامدا نوت ات انفينايت ديلوشن. هلا المطلوب الثاني بده قيمه كي ديسوسياشن كونستانت، واللي هي بصراحه القيمه اللي كثير بتهمنا اللي هي ديسوسياشن كونستانت. فكيف نحسبها؟ من المعادله اللي هي كي سي بتساوي سالب الانترسبت مقسومه على لامدا نوت. الانترسبت موجود من المعادله الاولى من الرسمه، ولامدا نوت هيها طلعناها هون. فبس بنعوض ارقامنا، سالب سالب وسالب الانترسبت هيو مقسوم على لمدا نوت، وبنطلع قيمة كي سي رح تطلع معنا 0.00419.
هلا هاي انا بقدر احطها مش استيك اسيد، لانه الاستيك اسيد بتطلع القيمه 1.75 × 10^-5، هيك الاصل قيمته الحقيقيه، فممكن احطها هاي لويك الكترولايت يعني شو ما كان، لانه هاي القيم مش حقيقيه يعني. فبيطلع معنا قيمه الديسوسيشن كونستانت، ولو بالعاده دائما ارقامه بتكون صغيره. فهيك احنا استخدمنا اوستوولد ديلوشن لو مشان احسب مولر كوندكتيفيتي هات انفينايت ديلوشن، مشان نحسب الاكوليبريم كونستانت من خلال الكوندكتيفيتي ميجرمنت. فهلا هون هاي محاضرتنا لليوم، يعني هو في لسه انه السكشن اللي بعده انه احنا لازم نبلش بالسترونج الكترولايت، فحكيت خلينا نخلص الويك الكترولايت والسترونج بنبلشه بمحاضره جديده. فهون بنكون خلصنا انه الويك الكترولايت، اخذنا القوانين المتعلقه فيه اللي هي الهينيس ثيوري واللي ديجري اوف ديسوسيشن، واللي استخدمناها في اوستولد لو، وطلعنا قانون اوستولد ديلوشن لو اللي من خلاله بنطلع الديسوسيشن كونستانت لاي ويك الكترولايت، سواء كان حمض ضعيف، قاعده ضعيفه، ولا ملح دائبيته بتكون قليله في المهم.